متابعينا الكرام حضورنا الكريم، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات بإدانة الدنيا دبي ضمن انطلاقات مهرجان المرموم الختامية التراثية في الليسيلي في المرموم. ننطلق مع هذه الانطلاقات والتحديات شوطنا 17 تعلن انطلاقته مع اللقاية المحليات الأصايل القادمة، هذه الشعارات للمشاركة على أرضية هذا الميدان. مباشرة نسير وننطلق مع المقدمة مع الصدارة، صدارة هذا الشوط اللي تحمل دائما كل التحدي والإثارة في عالم الأصايل. أتقدم مع المقدمة العزلاء على المركز الأول غصاب بن عبد الله بن مصبح راعي الطير العامري، من يتقدم على المركز الأول ويقدم العزلاء في أول الأسماء الباحثة عن ناموس هذا الشوط. المركز الثاني شعار غبة القادم صاحب الكأس المفتوح في أمسية هذه الليلة إلى المصانع الجنوبية، يذهب بالسلام بالرملي، يأتي سهيل بالرملي بن محمد العامري يقدم في هذا المساء بعد غبة صاحبة الكاس، يأتي مع الحذرة ناخذ المركز الثالث. طواري 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 اليبهوني وطيارته اليبهوني، مطر بن سهيل اليبهوني الظاهري قادم مع طواري في هذا المساء. المركز الرابع، المركز الرابع سمحة القادمة محمد بن هلال بن عيض المزروعي. خامسا نتابع تبار خلب بن ساري بن بلوش المزروعي القادم مع هذه اللحظة على المركز الخامس. ومن الجانب الآخر أتابع أبراج سلطان بن يريو بن محمد المنصوري قادم مع أبراج، بدأ يتلاعب بالاعصاب ابراج القادمه، ابراج تتحرك في هذا المسار. المركز السابع سمحه نصيب بن سهيل بن يطمع العامري قادم ويبغي نصيبه. المركز الثامن، شنذاره شنذاره شنت الغاره احمد بن محمد بن يروان المنصوري قادم مع شنذاره. وتابع الاسماء الواصلة، هملولة هملولة حمدان بن مساعد بن خالد المنصوري قادم مع هملولة، يا هي هماليلك يا المنصوري. على المركز التاسع 2 كيلومتر المتبقية عن خط النهاية، نشر القادمة نشرة نشرة زاخر أحمد بن حزمي بن قناص العامري قادم في هذه اللحظات مع نشر. هكذا هي النتيجة للعشر. ناهيك ناهيك عن الأسماء التي لم تحن موعد دخولها إلى عالم الإعلان، راقب الشعارات والسلالات القادمة في المرموم. عودة إلى الصدارة، عودة إلى الحذرة. سهيل سهيل بالرملي بن محمد العامري يتقدم على المركز الأول قائدا للمسار، قائدا لمسار هذا الشوط. شنذارة شنذارة أحمد بن محمد بن يروان المنصوري قادم على المركز الثاني. المركز الثالث أبراج القادمة سلطان بن يريو بن محمد المنصوري. ومن الجانب الآخر طواري 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 مطر بن سهيل اليبهوني الظاهري 1200 ما تبقى عن خط النهاية. أتابع الاسم القادم سمحة نصيب بن سهيل بن يطمع العامري، وقادم أحمد بن حزمي بن قناص العامري. نشر القادمة نشر القادمة، من الواصل؟ بشاير بشاير علي بن سعيد بن سالم الزرعي قادم مع بشاير.
والقادمة نهب خليفة بن سعيد الحميري قادم مع نهب في هذه اللحظة. ما شاء الله كل الأسماء قادمة، وتصريح حمدان بن حمد بطير العامري قادم مع تصريح، ولكن بعود مع الصدارة، مع الصدارة بالرملي وبالحزمي وباليروان المنصوري وبن يطمع بالنصيب، بالنصيب اللحظات الأخيرة نشرة 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 نشرة، وسمع اللي غيرته، سمع اللي غيرته نصيب بن سهيل بن يطمع، بن يطمع العمري وبالحزمية وبالحزمية وبالرملية، ولكن بالنصيب يبغي نصيبه، بالنصيب راعي سمحة، راعي سمحة القطاع الجنوبي وهالزاخر والمصانع الجنوبية. لله دركم يا أهل المصانع، يا أهل الانتاج، يا أهل الانتاج الفاخر، تهانينا والناموس لمحمد بن نصيب، وإلى نصيب بن سهيل بن يطمع العامري. نشر أحمد بالحزمي بن قناص المركز الثالث، وصلت الحذرة سهيل بن رملي المركز الرابع، ندى راشد بن علي بن نويصر المنصوري، والخامسة هذه مع اليبهوني طواري مطر بن سهيل يبهوني الظاهري. هكذا هي النتيجة. أعود إلى سمحة والتوقيت في الخمسة كيلومترات، نتابع التوقيت لبكار اللقاية المحليات الأصايل في مهرجان المرموم. يا بالنصيب والتوقيت 7:26 سبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لنصيب بن سهيل بن يطمع العامري المركز الثاني، المركز الثاني 7:28 أربع أجزاء من الثانية. نشرة لأحمد بالحزمي بن قناص العامري المركز الثالث، نتابع مع التوقيت المركز الثالث. شكرا وليد البارودي مخرج سباقي هذا المساء. 7:32 ثلاث أجزاء من الثانية. هذه الحذرة السيل بالرملي بن محمد العامري. تهانينا والناموس للجميع.